خلينا اذا اليوم معنا الشيف محمود وحنعمل الريزوتو كنت حقول الزروبيان بالزعفران والجمبري. صح، تفضل يا شيف. اليوم رح نعمل ريزوتو بالزعفران والجمبري. هلا رح نبلش اول شيء نحن نعمل الاساسيات، كيف نطبخ ريزوتو وكيف اليوم نسلق الاسبرغوس. الاسبرغوس اللي هو هاليون. هلا هون في عندي مي انا مع ملح عم تغلي. اوكي، دائما لازم اسلق مي وملح عم يغلوا، لازم تكون عم تغلي. رح احط الاسبرغوس بقلبه زي ما بتسلق السباجيتي يعني. تمام. اوكي، بس ما بنحط لها زيت. في كثير يوم عالم عندها الاعتقاد انه لازم تحطي زيت لما بتسلقي سباجيتي او خضار عشان ما تلصق، ولا لا؟ ما بتلزق، لانه هي لازم تخلص. أيوه. لازم نحن نحط لها زيت بالنهايه. اوكي، عرفت شلون؟ هلا هون في عندي انا طنجره، رح يكون مسخنه انا الطنجره، رح احط بقلب الريزوتو. تمام، هذا الرز الايطالي اكيد. الحين الريزوتو لما تشتريه من السوبر ماركت يكون مكتوب عليه ريزوتو او رز ايطالي، صح؟ صح صح. اوكي، يكون عليه مكتوب لانه في الباستا الطويله اللي تشبهها، بس يعني هي ما هي ريزوتو، باستا. لا، هذيك باستا هذيك. هلا ليكي، انا حطيت شو هون؟ حطيت ريزوتو. أوكي. بدون زيت، بدون اي شيء. لاحظت، عرفت شلون؟ هلا انا رح احركهم هون، حركهم منيح. هاي الحار حمصهم يعني. ايوه، رح حمصهم. لازم انا حمصهم حتى فعليا لما انا امسك الرز بايدي يكون سخن. اوكي، عرفت شلون؟ هلا عم بحركهم انا بهالوقت، وبهالوقت عندي عم يغلي الاسبرغوس. هون انا محضر اساس خضره اللي هو عباره عن مي، شويه ملح، واي انواع خضره عندك اياها زياده بالبراد. يعني ما في داعي اليوم انك تخسري انت تجيبي خضره خصوصي. بس لو ما عندك زياده حتحطي مثلا جزر، بصل، كرافس، براسيا، بندوره، حتكون أوكي. ممتازه. عندي اياها كمان يعني سخنة. مرقه خضار. مرقه خضار. اوكي، رح حرك. بس انت ايش حاطط فيها بالضبط؟ هلا انا هون حاطط فيها بصل، حاطط بقلبها العيدان تبع الاسبرغوس الزياده. أيه. طبعا مشان ما كبهم. حاطط بقلبها براسيا، حاطط بقلبها فينل، هذا الشيء مثل طماطم. في طماطم كمان. اوكي، ومن غير ملح ولا شيء ولا؟ لا، في بقلبها شويه ملح. هذا ايش الاخضر هذا؟ فينل. اوكي. هلا هون عندي الاسبرغوس غلى، يعني لازم ماكسيموم دقيقتين يكون مستوي. بعد ما شفنا اللون الاخضر تبعه طلع، لازم دغري نقيمه على النار، ولا بعدين بيدوب يعني اخر شيء. طبعا ما بدنا اياه هيك يصير. رح اقيم انا الاسبرغوس، رح احط هون حاطط انا حنحطه من الغليان للبارد. تمام، في عندي بوله في بقلبها مي، وفي بقلبها ثلج، وفي بقلبها ملح. كثير مهم اليوم انا احط كمان ملح مره ثانيه بالمي تبع التبريد، لانه لو حطيت ملح هون وحطيتهم ما في ملح، المي هون رح تاخذ طعم الملح، حيرجع ما استفدنا شيء. بقى مشان يكون في بالانس بالاثنين. شايف كيف لونه هلا هيك صار؟ صح، لونه حلو ترى. هلا عندي الاسبرغوس هيك صار، تمام جاهز. بس هو يعني عشان تطبخ الاسبرغوس مره كويس، ايش السوى حقه؟ انه هل يكون مقرمش ومن جوا ني، ولا لازم يكون هو لازم يكون شوي كرانشي؟ لانه لو هو استوى كثير منيح حينزل وطعمه بصير مو طيب، وحيلون بصير لونه على صفار، على لون بني. نحن بدنا يكون كثير اخضر ولونه كثير حلو. هلا هون عندي الرز عم يتحمص. تمام. هلا لما بعرف انا الرز اوريدي حمي، ساعات انا هون بضيف زيت زيتون، لانه ما عندي وقت كثير، لانه ممكن يحترق بهاللحظه هي. طيب، والسبارغوس قد ايش في المويه المثلجه؟ ممكن نتركه شغله 5 دقائق بس ليبرد، ما نتركه وقت طويل. وبعد ما براد رح نقيمه ونحطه عندي هون. انا حاط صحن في عليه محارم مشان ينشف كمان. اوكي اوكي. هلا رح اضيف زيت الزيتون على الرز. هي زيت الزيتون. اهم شيء اليوم بعوامل نجاح اي رز، لك صار هيك طالع صوت. ايوه صح. اي رز تطبخيه اليوم، طبعا ما عدا السوشي والرز الستيم، لازم يكون الرز كثير سخن، ولازم يكون الستوك تبعك سخن، يعني هو المرقه. اوكي، هون احد يعني عناصر نجاح الرز. ريزوتو الايطالي لما نطبخه مو مثل نطبخ الرز العربي، لانه الرز العربي لازم نحن اليوم نحمصه بعدين بنضيف مي وبنغطيه. لا، الرز الايطالي ما بنغطيه وما بنضيف المي كميه كامله، بنضيف المي شوي شوي وبنحرك، لانه نحن اليوم بدنا النشا اللي بقلب الرز يطلع، هو اللي بيعطيني التكستشر تبع الريزوتو. ويمكن الريزوتو يعني انا اللي اعرفه اصعب شيء فيه انه لازم تفضل تحركه حتى لما تضيف المويه. صح صح، يتحرك يتحرك. صح صح، زي البشاميل. صح اكيد، بس بشاميل بنحركها بالمضرب، هاي ما حنحركها يعني، حنحركها بس بالمعلقة. اوكي، بس التشبيه قريب. تطبخي يعني. تطبخي ريزوتو. اعطيني شويتين كريدت شوية يا شباب. لا بيطلع بحقي هلا. تطبخي ريزوتو سارة بالعادة؟ لا.
طيب شو رايك اليوم تعملين برزنتيشن؟ بس انا احب يعني تسكبي منيح برزنتيشن؟ ايه ابشر خلاص اسوي لك احلى برزنتيشن. انا بعمل برزنتيشن تبعي. اوكي انت تعملي برزنتيشن تبعي خلاص انت اعمل حق المطاعم بعدين نعمل استفتاء من احلى برزنتيشن. لا 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 انا بقول لك عشان نكون فير انت اعمل برزنتيشن حق المطاعم تمام وانا حق البيت. أوكي. البيت المرتب تمام اوكي خلاص لك هلا انا عندي انا تقريبا الرستخان راح شو ساوي عندي هون كمان الستوك راح احط المراه اللي هي شايفه هاي كثير مهم هيك يطلع الصوت. اوكي انت حطيت اثنين تقريبا اثنين ونص تقريبا هلا مثل ما حكيتي بالضبط انا هلا اليوم بدي ضل حرك بالريزوتو حتى ينشف المي يسحب المي تبعه وهذا الاساس لتعملي اي ريزوتو. أوكي. يعني اليوم اي ريزوتو بدنا نساويه نحن اليوم هذا الاساس تبعه انه بنعمله بهالطريقه وبعدين بنضيف عليه لو كان هو بالزعفران لو كان هو بالفطر لو كان باي شيء ثاني هذا البيسك تبعه. شايفه كيف سحب المي؟ احنا عندنا اكله في السعوديه اسمها سليق. أيوة. اكيد تعرفها سمعان فيها هي شبيهه جدا بالريزوتو. ايه فيعني احنا كنا نحسب زمان الريزوتو هو سليق بس سليق اجنبي يعني بس بس بعدين اجيب لك الوصفه حتلاقي انها يعني نفس انه فكره رز في ناس يحطوا مويه في ناس يحطوا حليب بس نفس التكستشر يعني حق نفس انا, إيه نفس أنا اول ما اشتغلت بهالشغله إيه؟ في شيف قال لي رح اعلمك كيف تساوي ريزوتو. اوكي عرف شلون ساوى رز مصري وحط عليه برميزان موزاريلا وقال لي إيه؟ هذا ريزوتو وانا كنت مفكر انه هذا ريزوتو. طب ايش طلع ولا حي الله بس كذا يعني بعدين ما عرفت انه ريزوتو كيف بيصير على الطريقه الايطاليه الصح وهيك. تبغاني انا اقلب وانت تبدا بال اي والله يا ريت يا ريت يلا بس ما تحرق اصابعك ها ما تحرق اصابعك ما تخاف علي تمام اوكي قلبي يلا. ها تفضلي اوكي طيب هلا هون رح اعمل انا الراغو تبع الشرمب هو عباره عن بصل رح يكون بقلبه براسيا رح يكون بقلبه كمان موجود الاريدس زيت زيتون وشوية توميتو. اوكي وبعدين بعدين رح نطبخهم شو بعدين؟ حنطبخهم بعدين حنضيفهم على الرز صح؟ ايه ولا في الأخير؟ ايه خلاص اوكي بالأخير طيب شايف أنا حسيبك تخلص كل الوصفة لكن خلينا نروح دحين عند هاني وميمي اللي حيتكلموا إنه كيف ملابسنا يا شيف اوكي بتبين شخصيتنا تعكس شخصيتنا تعكس شخصيتنا فخلينا نشوفها عند هاني. أهلا بالمشاهدين من جديد إذا متواصلين معاكم حقيقة شيف محمود اليوم معانا ومبدع بالمطبخ خلينا نشوف وين وصل يلا نشوف وصفتنا هلا اليوم احنا تقريبا خلصنا اكلتنا هلا في عندي اوريدي صار ريزوتو مطبوخ هون مثل ما شايفين تقريبا طبخناه ثلاث ارباع استواء وبالنصف بالنسبه للراغو هون انا عملت بصل براسيا توميتو عملت شويه حبق كمان معهم وعملت كمان الاريديس طبختهم كلهم مع بعضهم صار عندي الراغو وهون عملت في عندي موجود الستوك تبع الخضره بالاضافه للزعفران هلا رح ارجيكم الطريقه كيف رح نطبخ اليوم ريزوتو بالزعفران. هلا عندي الرز هذا تقريبا طبخ ثلاث ارباع استواء رح ضيفه اللي طبخته اول فتره هاي حطيت الرز هون مثل ما شايفين دغري الرز اخذ لون مثل ما حكيت سارة بالأول إنه دائما الرز الإيطالي كتير مهم اليوم نضل عم نحركه وعندي هون أساس الخضرة طبعا بضيف عليه هو المرقة الخضرة نتركه شوي لحتى يسخن بهالوقت هو الرز اللي عم يسخن فيه أنا راح في عندي هون في مقلاية محميها راح أضيف عليها شوية زيت زيتون. أوكي هي زيت زيتون حميته على الأخير في عندي هون ثوم وفي عندي كمان في عندي هون في عندي زعتر عندي الأسبرغوس بعد ما سلقته راح أضيفه عليه بس مشان أعطيه شوية لون كتير مهم تكون المقلاية كتير سخنة لازم رشة فلفل أسود رشة ملح شايفين اخذ لون وهون في عندي كمان الريزوتو بضل بحركه بنفس الوقت راح اضيف عليه شويه ستوك هلا بهالوقت هذا اللي عندي الاسبرغوس تقريبا جهز لانه ما بدي كمان اطبخه كثير مشان ما يغير لونه راح قيمه مع جنب وبنفس المقلايه
لانه ما في داعي اليوم احط مقلايه ثانيه. راح اعمل الشريمب بانسير، يعني كمان الشريمب بياخذ الطعم كمان اليوم اللي حاطه بالاسبرغوس. هي عندي هون الشريمب. اليوم كثير مهم ان تكون المقلايه تبعنا كثير سخنه بحيث ما تكون بارده والشريمب بيصير بعدين بيقسى وبشد معنا. هاي الريزوتو هلا بحركه. هلا اليوم نحن الرز لما بنشوفه تقريبا استوى حناخذ معلقه وندوق شوي نشوف كيف الطعم تبعه. هلا مثل ما شفتوا انا ما حطيت ملح للرز لانه اليوم في عندي جبنه بارميزان بقلبه، في عندي زبده، في عندي جبنه بارميزان، في عندي زبده، بقى هذا كل هذا الشيء في بقلبه ملح. يا عيني يا عيني. هلا لما بشوف الرز تقريبا استوى عندي شو راح ساوي؟ لازم بعده عن النار. اليوم الطريقه اللي بنهي فيها الرز الايطالي لازم بعده من عن النار. هلا هون عندي ما في نار، لازم احركه مشان تنزل الحراره تبعه. هاي مثل ما شايفين عم بحركه، وهي الطليان بسموها منتيكاري، يعني انك اليوم انت تحرك الرز وتقلبه. شوفوا ما احلى طالع الريدس طلع معي اليوم، شكله كثير حلو. اوكي، بهالوقت الرز لما بتنزل درجه حرارته رح اضيف عليه زبده، رح اضيف شويه مكعبات زبده. الزبده كثير مهم انها تكون بارده لانه اليوم الزبده بتنزل درجه حراره الريزوتو وبتعطيه التكستشر لازم يكون فيه. هلا اوكي رح انتقل اكيد لمستر هاني وساره ويكملوا، رح ترجعوا تشوفونا مره ثانيه. شكرا لك. شكرا يا شيف، يعطيك العافيه. صراحه الريحه روعه، انا روعة. صراحه ابغى ادوق الاكل اليوم. احنا بالانتظار ان شاء الله. ماهر تفضل معنا. تفضل معنا. ما تحب انت المأكولات البحريه للاسف؟ لا والله للاسف. يعني حماتك ما بتحبني كثير اليوم ها؟ لا ان شاء الله. مع انه حماتي طيبه كثير كثير. لا ونعم ونعم منها. لا انا اقول لك ايش سوي، تشيل الجمبري وكل الريزوتو اللي تحت، يعني في خضار في سبارجوس. راح اجرب. جرب. بس ما اتوقع المشكله انا السمك. الله 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 لنشوف. نروح من وراء الطاوله. يعطيك العافيه وتسلم الايادي. اهلا وسهلا فيك. لا كذا انت غطيت علي صراحه. لا فوقت علي. انت عملتي اليوم برزنتيشن كثير حلو كمان صراحه. انا هذا حقي وهذا حق الشيف محمود. اوكي هي هلا صار عندنا سافرون ريزوتو مع الريضه. طيب خلي يعني بس هل نشوف انه هذا. تفضل استاذ. تفضل. الريزوتو مو يعني ما يمديك تدوق. انا راح اتمشى واعرضه للكاميرا بس للعرض. للعرض. انا ماني هون. هلا هذا بالعاده بيكون يعني هوت ابيتايزر. هلا انت اقرب للمين كورس يكون. ايوه انا مين كورس. اليوم انا عندي ديكستيشن منيو وعندي مثلا 6 كورس، اكيد بقدم شيء هيك مثل هيك. ايوه بعدين انا احب لما يكون الصحن كبير ويكون ما يكون مره معبي، يعني يكون في النص في كميه كويسه. تفضل. هذا الاصفر حلو. هذا اصفر زعفران. ريزوتو بس زعفران. زعفران يعني بقدر اكل لقمه زعفران. فيك تاكل زعفران وريزوتو ما في بحريات. ليك كبرت المعلقه شو. طيب تسلم الايادي يا شيف صراحه. صح وهنا انا هذه حخليها عشان بعدين ابغى. بس اكيد انت اكيد انت الربحانه اكيد. لا لا مو انا الربحانه، يعني هو مختلف. انت التكنيكال يعني بتاكل اسهل انت، يعني هذا الشيء عملي اكثر بيكون. والله طعمتها طيب وشكلها جميل. صح وهنا بس انا بفضل زيت وزعتر. سارة المميز بالتقديم يعني بالنسبه لك، يعني اشرحي لنا اشرحي لنا البرزنتيشن هذا. يعني ايش يبغى هو شرح انه يعني كنت ما ابغى، كنت ابغى اعمله فلات يعني مسطح. فانت يعني تاكل يعني براحه اكثر زي ما قال الشيف، يكون عملي اكثر بس انه شكله حلو. تسلم الايادي ماهر. شكرا جزيلا لك، نورتنا اليوم. شكرا سارة. شكرا شيف. اهلا وسهلا. وانا اشوفكم يوم الخميس. يوم الخميس ان شاء الله حتكون اخر حلقه لفرسان القصيد، فتشوفكم يوم